تماما يعني. فهد، في بعض الكتاب يختارون شخصيات حسب ما يرونه مناسب. سوسن بدر من احد الشخصيات، هل كانت اختيار الصدفه ام عن طريق اختيار مباشر ويعني مكتوب؟ لا، هو اكيد ما في يعني ما في شيء اسمه صدفه بشغلنا. يعني حتى لو كان العمل في بدايته نبدي نحط انا والمخرج والمنتج نبدي نحط افكار، منو هالشخصيه اللي بلشنا نكتبها او بدينا نكتبها، منو اللي ممكن تعطيها حقها وتسويها. فكانت الاجماع كان على الاستاذه سوسن بدر انه هي الشخصيه اللي ممكن تعطي الشخصيه روح، تعطيها دم، تعطيها يعني واقعية تخلي المشاهد يصدقها 100%، خاصة أن الشخصية أصلا كانت مكتوبة أنها تكون من الجنسية المصرية، عاشت تزوجت كويتي وأنجبت منه ولد وربته.